هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الزائد من جسمها وكما يكون على الجبهة؟ وهل يجوز للمرأة أن تساوي الحاجبين دون أن ترفقهما؟ وهل يجوز لها أن تفصل بين الحاجبين إن كانا متلاصقين؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. نعم. أما الحاجبان فيحرم أخذهما أو أخذ شيء منهما، لأن هذا هو اللمس الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فيجب ترك الحاجبين وعدم التعرض لهما بنفس أو قص أو حلق أو غير ذلك من وجوه الإزالة أو القص، كل هذا حرام، الواجب على المرأة ترك الحاجبين. الأمر الثاني شعر الوجه، هذا إذا كان مشوها وزائدا عن المألوف فلا بأس أن تزيله، أما إذا كان في حدود المألوف وليس مشوها هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأولى تركه، الأولى تركه، وهذا يسمى بالحث عند الفقهاء، وآخر الحاجبين يسمى بالنمط. النوع الثالث شعر بقية الجسم كشعر الساقين والذراعين وبقية الجسم، فهذا لا بأس بإزالته، هذا لا بأس بإزالته لأنه لم ينهى عن أخذه، وأيضا هو من التجمل والزينة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.